اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الاول الزراعي في قناتكم قناه التعليم الفني وبرنامجكم في بيتنا مدرسه على قناه مصر التعليميه. كل عام وانتم بخير. عام دراسي جديد ان شاء الله مليء بالسعاده مليء بالصحه. التزامكم ان شاء الله في هذا العام الدراسي بالتعليمات الاحترازية باستخدام الكمامة بالتباعد ما بينك وما بين زملائك بعدم استخدام أدوات زملائك والآخرين إن شاء الله يقلل من فرص انتشار الأمراض في المدرسة إن شاء الله. التزامك كمان بتعليمات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة ان شاء الله يساعدنا على ان احنا نكمل العام الدراسي بتاعنا على خير بدون اي ان شاء الله امراض او اي حاجة تقدر تضرنا اثناء الدراسة ان شاء الله. النهاردة في حلقتنا هنكمل الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الحلقات اللي فاتت عن قسم الصناعات الزراعية، وإن شاء الله هنشوف إيه اللي هندرسه في الصناعات الزراعية في خلال تواجدنا بالقسم بالمدرسة. زي ما احنا قلنا إن حضرتك في الصف الأول الزراعي بتدرس كل المواد الخاصة بالتعليم الزراعي في الصف الأول، يعني بتاخد من كل قسم من أقسام التعليم الزراعي مادة بالإضافة للمواد العامة اللي حضرتك بتاخدها من لغة عربية ورياضيات ودين وغيره. بالإضافة لدوت حضرتك بعد كده بتبدأ إن شاء الله في الصف الثاني وتتخصص في تخصصات معينة على ضوء دراستك للمواد العلمية اللي حضرتك خدتها في سنة أولى. بتبدأ تشوف أنهي مادة ارتحت لها أو أنهي قسم ارتحت له في دراستك في الصف الأول، وبتبدأ إن شاء الله تتخصص في الصف الثاني إن شاء الله. طيب، فإذا أنا عندي في الصف الأول الزراعي إن شاء الله أنا هكلمك النهاردة عن مادة الصناعات الزراعية. إيه هو اللي حضرتك هتاخده في خلال دراستك في سنة أولى؟ بالإضافة نبدأ إن شاء الله نتكلم عن الوحدة الأولى في الصناعات الزراعية وبناخد فيها تعريف الصناعات الزراعية بالإضافة لبعض المعلومات كده العامة عن الصناعات الزراعية. قبل ما نبدأ في يعني شرح أو بداية الباب أو شرح الباب الأول في الصناعات الزراعية، لازم ناخد بعض المعلومات إزاي أنا هبدأ أتعامل مع قسم الصناعات الزراعية، إزاي هبدأ أتعامل في معمل الصناعات الزراعية. طبعا حضرتك عارف إن أنت في التعليم الزراعي بتدرس بالإضافة للمواد النظرية حضرتك بتاخد مواد عملية. طب المواد العملية دي حضرتك بتاخدها فين؟ لازم تاخدها في معامل خاصة بالمادة اللي حضرتك بتدرسها. فمثلا إن شاء الله حضرتك هتيجي عندنا في مادة الصناعات الزراعية، لما يبقى في عندك جزء عملي في عن المادة حضرتك بتبدأ تاخد الجزء العملي ده في المعامل الخاصة بمادة الصناعات الزراعية. طيب لو انت ان شاء الله في عندك مادة انتاج الحيواني او اساسيات انتاج الحيواني، برضو هتروح قسم الانتاج الحيواني تبدأ تدرس في المعامل الخاصة بالانتاج الحيواني الجزء العملي، وبتدرس في القاعات النظرية الخاصة بقسم الانتاج الحيواني المواد النظرية او الجزء النظري في المادة. يبقى اذا انت حضرتك في الصناعات الزراعية عندنا هتبدأ حضرتك مقسم وقتك ما بين حضورك في المدرسة ما بين جزء عملي بتدرسه في المعامل الخاصة بالقسم، وجزء نظري حضرتك بتدرسه في القاعات الخاصة بالصناعات أو بقسم الصناعات الزراعية. فإذا لازم حضرتك تكون مهيئ نفسك أو مجهز نفسك بأدواتك
بطرق التعامل ازاي داخل المعمل، لان طبعا حضورك داخل المعمل ده بيبقى لازم يكون له قواعد معينه، لان انت حضرتك جوه المعمل بيبقى فيه ادوات وبيبقى فيه اجهزه وبيبقى فيه وسائل او طرق معينه لازم حضرتك تاخد بيها الحيطه علشان ما يجراش اي حاجه او اي ضرر لحضرتك كطالب، وفي نفس الوقت ما يجراش او ما تعملش ضرر للمكان او للاجهزه اللي بتتعامل معاها داخل المعمل. طيب نبدأ نقول ايه هي او ايه هو اللي انا حد اتعامل معاه في الصناعات الزراعية. طيب الصناعات الزراعية زي ما احنا نقول هو مادة او علم شامل بيبدأ حضرتك بتاخد فيه كل المعلومات اللي بتختص او بتكون بتجرى على المنتجات الزراعية بعد جمعها. يعني انا اي معاملة بتحصل للمنتج الزراعي او للمنتج الغذائي او المنتج الزراعي الناتج من الارض، يعني الناتج فريش او الناتج الطازج من لحوم او من ثمار او من خضار او فاكهة، حضرتك اي معاملة بتتم على المنتج ده الزراعي الطازج ده بعد كده ده تعتبر عملية تصنيع زراعي. طيب فاذا انا لازم عشان اقوم بالمعاملات دي لازم اكون ملم ببعض المعلومات اللي انا حد اتعامل بيها مع المنتجات الزراعيه في قسم الصناعات الغذائيه. طيب انا دلوقتي ايه الهدف او انا يعني ايه اللي انا بتعرض له في قسم الصناعات الزراعيه؟ حضرتك في قسم الصناعات الزراعيه بنهيئك وبنعدك لانك تكون يعني راجل ذو خبرة عالية على التعامل داخل المعامل والتعامل داخل المصانع، بانك ازاي تتعامل مع العمال بتوعك، ازاي تتعامل مع المصنع، ازاي تتعامل مع الالات، ايه المشاكل اللي ممكن حضرتك تتعرض لها اثناء العمل او اثناء شغل المصنع بتاعك، فازاي تتغلب على هذه المشاكل من غير ما يحصل اي يعني خسائر او اي خسائر بشريه او خسائر ماديه لصاحب المصنع او للمكان اللي حضرتك بتشتغل فيه. فاذا انا عندي في الصناعات الزراعيه هذا بأثقل الطالب او بقدم له يعني بعض المهارات البسيطة اللي هي ازاي يواجهها او كمشاكل ازاي يواجهها في مستقبله ان شاء الله لما يبدأ يتخرج من المدرسة ويبدأ يشتغل ان شاء الله في مجال عمله سواء الخاص او مجال عمل الشركة او المصنع اللي ان شاء الله هيشتغل فيه. طيب يبقى اذا انا ان شاء الله بالتعليمات اللي هنبدأ نعرفها دلوقتي واللي هنبدأ نقراها على الشاشة معانا نحاول نركز شوية في هذه التعليمات ونحاول نعرف ازاي نبدأ يعني ازاي نلتزم بيها وازاي احضرها قبل ما اخش المعمل بتاعي علشان ما واجهش اي ان شاء الله مشاكل او ما واجهش اي صعوبات اثناء دخولي معمل الصناعات الزراعية. يبقى نبدأ نقول الصناعات الزراعية زي ما هو موجود عندنا على الشاشة، ايه هي القاعات المختلفة الموجودة بقسم الصناعات الغذائية؟ اول حاجة عندي لازم يكون عندي قاعات التدريس، فانا عندي قاعات التدريس متوفرة بالفعل، دي حضرتك بتبقى موجودة عليها البنشات، موجودة فيها الترابيزات الخاصة، الكراسي الخاصة او المقاعد الخاصة بالتدريس، وتكون القاعات دي خاصة بالتدريس النظري فقط، ما يبقاش فيها اي ادوات تانية علشان دي بيبقى فيها عدد الحضور بيبقى بشكل كبير، يعني بيبقى فيها عدد الطلبة كبير، فببدأ اوزعهم على الترابيزات او بوزعهم على
البنشات الخاصة والمقاعد الخاصة بيهم، علشان إيه؟ أبدأ أوصل أكبر معلومة ممكنة للمادة النظرية لأكبر عدد ممكن من الطلبة. طيب بعد كده هنلاقي فيه الصالات بقى، صالات التصنيع، وتحتوي على تربيزات ثابتة ومتحركة وأحواض الغسيل. يبقى إذن أنا عندي قاعات التدريس دي ما بيبقاش فيها يعني أي وسائل عملية أو أي مواد أو أي أجهزة عملية بتكون موجودة فيها، فلذلك دي ممكن نستحمل فيها أكبر عدد ممكن من الطلبة، وعلشان التدريس الجزء النظري الخاص بالمادة. طيب بعد كده بيبقى فيه بقى قاعات او صالات خاصه بعمليات التصنيع، ودي بتختلف بقى عددها او كميتها من مدرسه لمدرسه. فمثلا عندك في بعض المدارس بيبقى موجود عندك صالات خاصه بالصناعات الغذائيه، ده بيكون فيها عمليات التصنيع الخاصه بالصناعات بالمنتجات وثمار الخضر والفاكهه والمعاملات اللي بتحصل بتجرى عليها. وبيبقى في صالات تانية مخصصة لمنتجات أو المنتجات اللحوم، دي بتبقى مخصصة بالمعاملات اللي بتحصل على اللحوم، سواء كان عمليات الذبح أو عمليات التشفية أو عمليات التقطيع، بتبقى خاصة بمنتجات اللحوم. بيبقى في صالة تانية خاصة بالعجائن والمخبوزات، وممكن تكون دي أكتر من صالة. يبقى في صالة خاصة بالفرن الأفرنجي بجميع مكوناته، بعربيات الخاصة بالعجين، بعربيات بالعجانات، بالأفران الخاصة بهذا بهذه الصالة. في صالة خاصة بعمل الفرن البلدي، برضو بالفرن الخاص به، بالعجانات، بالأحواض العجين، وأماكن تخزين الدقيق. فإذا قسم الصناعات بيبقى موجود فيه أكتر من معمل أو أكتر من صالة مختلفة، كل واحدة فيهم بتبقى عبارة عن قسم خاص بيها أو جزء خاص بيها مختلف أو منفصل عن التاني، عشان ما يتأثرش أي حاجة من دي بالمعاملات اللي بتحصل بالمعمل التاني. فبيبقى في فصل ما بين القاعات، أو في فصل ما بين الصالات العملية، علشان ما يبقاش في خلط. الحاجة التانية، احنا بنبقى عن طريق كتر هذه الصالات او تباعدها عن بعض بنبدا نوزع فيها الطلبه. طبعا زي ما احنا قلنا ان انت دراستك في الصف الاول او في الثلاث سنين بتوعك بتوع المدرسه، حضرتك بتاخد جزء نظري وطبعا جزء عملي. طب الجزء العملي ده زي ما احنا بنقول بنحاول نوزعك على اكتر من مكان علشان تدور اكبر خبره ممكنه، يعني انت بتلف زي ما احنا بنقول كده على جميع الصالات او جميع القاعات اللي موجوده داخل القسم، بتتعلم حاجه في قسم او صاله التصنيع الغذائي، بتتعلم حاجه في صاله اللحوم او تصنيع اللحوم، بتتعلم حاجه في الصاله الخاصه بالفرن الافرنجي، بتتعلم حاجه في صاله في خاصه بالفرن البلدي. فبنجزأ او بنوزع الطلبه على جميع الاقسام او على جميع القاعات، بحيث انك تلم بكل المنتجات او بكل العمليات اللي بتتم داخل هذا القسم. وبعدين احنا بقى زي ما تقول ايه، بنديك عمليه ترغيب، يعني انت شوف هنا، شوف المنتجات دي شكلها عامل ازاي، او شوف هنا العمليات هنا بتشكلها عامل ازاي، وشوف هنا العمليه شكلها عامل ازاي. فاذا احنا بنديك مجموعه من الترغيب او بنرغبك في المنتجات او العمليات اللي بتتم داخل القسم ان شاء الله، علشان زي ما تقول ايه بنحببك فيها علشان ان شاء الله تستمر عندنا وتتخصص عندنا في الصف الثاني ان شاء الله بعد كده، وتتخرج من عندنا من القسم. طيب تاني حاجه، او الاماكن اللي بتبقى موجوده من ضمن الاماكن اللي موجوده داخل قسم الصناعات، المخازن الخاصة بالمنتجات الغذائية. لازم طبعا جنب كل قسم او جنب كل معمل من هذه المعامل لازم يكون في المخزن الخاص به. في مخزن حاجة اسمها مخازن رئيسية او مخازن مستديمة، وفي مخازن مؤقتة. المخازن المستديمة دي غالبا بيبقى فيها الحاجات الجافة، الحاجات اللي بتقعد فترة طويلة، زي مثلا السكر. السكر احنا مثلا بنجيب منه كميات كبيرة جدا
وبالاطنان طبعا زي ما احنا عارفين، فبنحط فيه بنحطه في مخازن جافه بعيده عن الميه، بعيد ما يكونش فيها نسبه رطوبه، ما يكونش فيها حشرات، ما يكونش فيكون فيها حاجات مهيئه بشكل كامل انها ما تتاثرش باي مشاكل تحصل لها او اي حاجه تحصل لها من الخارج. فاذا قسم او المخازن الخاصه بالمعامل دي بتكون جنب المعمل، وبتبقى زي ما قلنا معامل مخازن مؤقته. المؤقت ده اللي هو ان انا ببدا اسحب منه بشكل مستمر او بسحب منه بشكل يومي، فبيكون بالنسبه لي يعني طايله، او الحاجه اللي موجوده فيه تعتبر شبه ايه، شبه طازجه، ما بقعدش عليها اكتر من يوم او اتنين وببدا استخدمها، فده يعتبر ايه، مخزن مؤقت مش مخزن مستديم. طيب كذلك الحال بالنسبه لقسم قسم انتاج اللحوم، برضو بيبقى فيه مخازن مستديمه عباره عن مبردات او مجمدات كبيره بحط فيها او بضع فيها اللحوم مجمده لمده طويله لحد ما ابدا عليها عمليات ايه التصنيع المختلفه، ان انا بحولها مثلا لبرجر او لحمه مفرومه او بيفي او المنتجات اللي احنا عارفينها او المتداوله في السوق. فإذا أنا عندي نوعين من المخازن زي ما قلنا، المخازن المؤقتة والمخازن المستديمة. المخازن المؤقتة دي بحط فيها الأدوات أو الخامات اللي أنا بستخدمها بشكل يومي، أما المخازن المستديمة دي اللي أنا بلجأ لها بحط فيه بضع فيها الخامات اللي أنا بقعد بيها فترة طويلة على مبدأ أستخدمها أو حسب الموسم اللي أنا بستخدمه. طيب مخازن الأدوات والأجهزة، يبقى إذن غير مخازن المنتجات أو الخامات يبقى في عندي مخزن تاني للأدوات والأجهزة. مخازن الأدوات والأجهزة دي اللي ببدأ فيها أخزن العدد بتاعتي أو بخزن الحاجة اللي أنا بستخدمها. فمثلا أنا عندي جوه المعمل بتاعي انا بستخدم ادوات كتيره، زي مثلا الحلل بتاعه الطبخ، زي مثلا سكاكين التقطيع، زي المقلبات، يعني كل الادوات دي كلها، زي الطاولات مثلا الخاصه بعمليه العجين، زي الصواني الخاصه بعمليه العجين، زي العربيات الخاصه بالافران، كل الحاجات دي لازم يكون عندي مخزن خاص بيها بعد ما بتم عمليه التصنيع او بعد ما بتم المعاملات اللي انا بعملها على المنتجات. فانا ببدا ادخلها في المخازن بتاعتها علشان برضو زي ما بنقول ايه نعمل لها عمليه حفظ، بعد ما اعمل لها عمليه التصنيع وقبل ما اعمل بيها عمليه التصنيع بعمل لها عمليه تطهير وتنظيف، فبرضو لازم ما يجيش اي حاجه من بره، حشرات او اي حاجه من بره تلوثها لي، او يعتبر بحطها في شبه تعقيم لاني ما تتاثرش او ما يجيلهاش اي حشرات او اي حاجه من بره تبوظ لي او تعمل لي عيوب في الالات اللي انا هستخدمها يعتبر بشكل يومي داخل المعامل بتاعتي. طيب بالاضافه كمان للمخازن زي ما قلنا والقاعات وزي والمعامل، بالاضافه لازم يكون عندي اماكن لبيع المنتج وعرض المنتجات بتاعه القسم. فانا لازم يكون عندي اوضه معينه او غرفه معينه داخل القسم، الغرفه دي بحط فيها او بضع فيها المنتجات بتاعتي من مربات ومنتجات لحوم، ويكون فيها كمان ثلاجات العرض اللي انا بضع فيها المنتجات بتاعتي. فاذا يبقى عندي كمان غرفه او مكان خاص لعرض المنتجات، علشان مثلا يبقى في فصل ما بين الجمهور اللي بيبدا يشتري المنتجات الخاصه بقسم الصناعات الغذائيه، وكمان فصل بين المعامل، يعني ما يبقاش مثلا التعاون ما بين الجمهور اللي بيجي يشتري المنتجات دي وما اكثرهم طبعا ما بدخلوش جوه المعمل، علشان ما يلوثليش المعمل، ما يلوثليش الادوات، ما يلوثليش الارضيات اللي انا بشتغل عليها، وفي نفس الوقت بدي تركيز كامل للعاملين داخل معمل الصناعات الغذائيه ما يتاثرش باي حد او اي حاجه تجيله من بره تخليه يفقد تركيزه او ما يبداش يركز
يركز فيه او يعمل له عمليه تلويث للمنتجات الغذائيه اللي انا بشتغل عليها. فاذا انا لازم يبقى عندي فصل ما بين اماكن الانتاج والتصنيع في قسم الصناعات الغذائيه، وفي نفس الوقت اماكن لبيع المنتجات الغذائيه داخل القسم. بيكون بقى مجهز زي ما احنا قلنا بثلاجات العرض، بيكون مجهز بالارفف الخاصه بوضع المنتجات عليها. طيب زي ما قلنا غرف التبريد والتجميد، لا بيبقى فيه كمان غرف خاصة، غرف كبيرة بيبقى فيها المنتجات الغذائية الطازة بتتحط فيها أول بأول عشان أقدر أحفظها أكبر قدر ممكن، لأن طبعا إحنا عارفين إن الصناعات الغذائية هي بتعتمد على المنتج الموسمي. يعني أنا مبدأ مثلا أشوف، أنا عارف إن موسم الصيف مثلا ابتداء من شهر 6 و7 بيبدأ فيه ثمار التين تبقى موجودة في السوق. طيب أنا بعمل مربى التين مثلا ولو فترة بفترة لفترات طول السنة، فأنا بجيب كمية كبيرة أطنان من التين بحطها بضعها في الفريزرات بشكل حفظ مستديم بعد ما اعمل لها بعض المعاملات مثل الغسيل والتطهير وحاجات زي كده، فابدا احطها في المبردات او غرف التجميد بتاعتي علشان اقدر احفظها مده طويله، وابدا اخرج او اخد منها اللي انا اقدر استهلكه بشكل يومي على حسب ما يتناسب مع عمليه التصنيع بتاعي. فاذا لازم يبقى عندي غرف خاصة بالتجميد وغرف خاصة بالتبريد لو أنا هبدأ أستهلك المنتج الغذائي ده، ببدأ أستهلكه بشكل مستديم، فأنا ما بحتاجش إن أنا أجمده، لأ بحطه في غرف تبريد علشان إيه أبدأ عملية إيه استهلاكه بشكل يومي. مكان مخصص للتجفيف الشمسي، لازم يكون في عندي كمان مخصص للتجفيف الشمسي. طب المكان المخصص للتجفيف الشمسي ده بيبقى فين يا استاذ؟ ده بيبقى على سطح المبنى. فانا عندي مبنى او قسم الصناعات الغذائيه ده بيبقى قسم كامل مكون من دور او اتنين او ثلاثه مخصص للصناعات الغذائيه، بناخده بقى القسم ده من فوق لتحت عباره عن ببدا بقى اوزعه، ده هنا معمل كذا، هنا ده غرف مثلا او صاله للتدريس، ده هنا ده غرفه تجميد، ده غرفه تبريد، ده مش عارف كذا، فببدا اجهزه، بالاضافه كمان ان انا بستفيد من السطح الخاص بيه المعمل او بالقسم اللي انا ببدا اضع فيه الحاجات اللي ببدا اعمل لها عمليه تجفيف شمسي. زي ايه؟ زي العنب مثلا، العنب بعمل له عمليه تجفيف شمسي عشان احوله لزبيب، زي البلح وهكذا، يعني ما اكثر هذه ايه المنتجات. فانا بستفيد كمان بالسطح بتاع المدرسه او بسطح القسم ان انا بعمل بيه عمليه حاجه اسمها التجفيف الشمسي، او بخصص غرف معينه لعمليه التجفيف اللي انا بحط فيها او بضع فيها افران معينه بعدد معين، الافران دي بوصل لها الغاز بشكل معين امن، بحيث ان انا ابدا اخليها الافران دي مخصصه لعمليه تجفيف المنتجات الزراعيه. يبقى اذا القاعات انا بدي لحضرتك صوره عامه مبسطه للي انت ان شاء الله هتشوفه داخل قسم الصناعات الغذائيه، زي ما احنا بنقول بشكل مبسط القسم الصناعات الغذائيه مجزأ من داخله الى مجموعه من المعامل والقاعات اللي ان شاء الله حضرتك لما تبدا تيجي المدرسه وتدخل عندنا او تدرس عندنا ماده الصناعات الزراعيه في سنه اولى ان شاء الله هتشوف الكلام ده بشكل عملي ان شاء الله. طيب دي كانت القاعات المختلفه الموجوده بقسم الصناعات الغذائيه. طيب ارشادات عامة اثناء تواجدك بالمعمل، ايه هي الارشادات العامة؟ ايه هي يا استاذ الحاجات اللي انا المفروض التزم بيها او اللي انا المفروض احضرها قبل ما اخش المعمل؟ هل انا قبل ما اخش معمل الصناعات الغذائية لازم اكون ملتزم ببعض الارشادات والحاجات، ايه الحاجات اللي ممكن اللي المفروض ان انا اعملها قبل ما ادخل المعمل ده؟ طبعا لازم تكون يعني متيقن ان معمل الصناعات الغذائيه ده زي ما احنا قلنا فيه ادوات كتير وفيه اجهزه كتير وفيه الات كتير، اذا ما كنتش انت حضرتك تبقى داخل وعامل في حسابك انك تحافظ عليها وتحافظ على نفسك بانها ممكن يحصل منها او فيها مشاكل. طيب
من ضمن الارشادات دي يجب قراءة التدريبات العملية قبل بداية دخول المعمل. يبقى انا قبل ما ادخل المعمل بفتح الدرس اللي عليا او الوحدة اللي عليا في الكتاب، بلاقي فيها بعض الارشادات او التعليمات اللي المفروض ان انا احضرها قبل دخول المعمل. ايه هي الادوات اللي هخش بيها المعمل علشان مثلا اذاكر الدرس الفلاني، او الاستاذ هيشرح لنا الدرس الفلاني في المعمل النهارده، فايه هي الحاجات اللي انا المفروض اكون مجهزها قبل دخول المعمل؟ لان خلاص انا دخلت المعمل، ما ينفعش لما اخش المعمل وببدا عمليه التطهير فيه ان انا مثلا بطهر الطلبه او بطهر الارضيات، ان انا بسمح بدخول وخروج الطلبه داخل وخارج المعمل. ليه؟ لان ده بيعمل عمليه تلوث للماده الغذائيه. طبعا احنا في قسم الصناعات الغذائيه لازم نبقى حريصين جدا جدا على ان احنا ما نعملش اي تلوث للماده الغذائيه، لان احنا بنشتغل في حاجات يعني زي ما تقول كده احنا حاجات بياكلها الناس. اذا ما كانتش الحاجه دي تبقى كويسه، اذا ما كانتش الحاجه دي تبقى نظيفه، اذا ما كانتش الحاجه دي تبقى معقمه، ممكن يحصل منها مشاكل صحيه كتيره. فلذلك احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل عمليه منع للتلوث ان يحصل للمنتجات الغذائيه اللي احنا بنعملها. فاذا انا لازم اكون قبل ما اخش المعمل او قبل ما ادخل المعمل علشان اخد الدرس بتاعي، لازم اكون واخد معايا بعض الارشادات البسيطه. ايه هي الارشادات اللي انا بكون واخدها؟ ان انا محضر الدرس، ان انا عارف الدرس هيتكلم عن ايه، لان برضو كمان المدرس اللي موجود معايا او الاستاذ اللي بيديني بيشرح لي الدرس في المعمل، الاستاذ دوت هو انت محكم بوقت، انت حضرتك في الحصه العمليه انت محكم بوقت، الوقت ده بتكون فيه عمليه انتاج المنتج، فانت لازم تكون المنتج ده له وقت معين في عمايله. فانا لو انا ضيعت الوقت دوت في ان انا احضر حاجتي لسه، وان انا لسه هسال الاستاذ الدرس عن ايه وإدني واني واني، ده كله بيضيع من الوقت اللي احنا بنشتغل فيه في عمليه الانتاج الخاصه. فانت لازم تكون محضر حاجتك قبل عمليه ايه؟ قبل دخولك للمعمل. يبقى اذا يجب قراءه التدريبات العمليه قبل دخولك المعمل عشان تبقى محضر كمان ذهنك جاهز وذهنك صافي للأسئلة اللي ممكن تطرحها على المدرس أو ممكن المدرس يطرحها عليك أثناء العمل. طيب الحاجة التانية كمان ممكن تشوف بعض الفيديوهات الخاصة بالعملية دي، يعني مثلا لو قلنا مثلا النهاردة في قسم الصناعات الزراعية أو قسم الصناعات الغذائية هنعمل مثلا إيه؟ إنتاج المربى. ايه المشكلة لو انا دخلت على مواقع المختلفة اتفرج مثلا على فيديو لانتاج نوع معين من المربى، المدرس مثلا بيحضره لنا بيقول والله النهاردة ان شاء الله هنعمل عملية انتاج مربى التين. ايه المشكلة لو دخلت على المواقع المشاهدة مثلا وشفت ازاي انا ازاي بتتم عمليه صناعه المربى؟ فانا لازم يعني ليه لما ادرسها او ليه لما اشوفها واحضرها قبل ما اخش المعمل بتكون كويسه؟ لان انا بكون مجهز للاسئله اللي ممكن اسالها للاستاذ اللي عليا، يعني لما بسالها للاستاذ ببدا اسالها للاستاذ ببقى محضر في ذهني الاسئله اللي ممكن اطرحها على الاستاذ، بحيث ان انا استفاد بأكبر قدر ممكن بعملية التصنيع، وفي نفس الوقت يكون عندي أقل قدر ممكن من الأسئلة اللي ما تضيعش وقت إيه الدرس العملي اللي أنا بدرسه. يبقى إذن يجب قراءة التدريبات العملية في بداية دخول المعمل. يبدأ كل درس عملي بمناقشة قصيرة وتلقي التعليمات اللي تحسن جودة الأداء بالمعمل. يبقى إذن أنا ببدأ بشوف المدرس اللي عليا بيقول لي والله يا جماعة إحنا هندرس النهاردة أو هندرس النهاردة في المعمل طريقة مثلا تصنيع مربى التين. ايه هو مثلا ايه الاسئله اللي انتم محضرينها عن الدرس ده؟ فيبدا مثلا الطالب يقول والله يا استاذ احنا هنعمل 1 2 3 4، نقطع مثلا الثمار، نجهز الثمار، نغسل الثمار، فبيبدا الطالب يتجاوب معايا او بيبدا يسترسل معايا في الدرس قبل بدايه ايه شرح او بدايه الشغل العملي. طيب بيبدا الطالب اذا كان في عنده خلفيه زي ما احنا قلنا ان انت بتكون مجهز
او شايف فيديوهات قبل كده لعمليه التصنيع، بتبدا انت عندك في بعض الملاحظات اللي انت شفتها مثلا في الفيديو الفلاني عن عمليه مثلا اضافه ملح الليمون او عمليه اضافه السكر، او كان مثلا بيضيف منتج معين او بيضيف ماده معينه اثناء عمليه التصنيع انت مش شايف، او ازاي انا اعرف ان المنتج ده وصل للمرحله النهائيه في عمليه التسويه ولا لا، طب انا باخد على درجه حراره كام، فبتكون الاسئله بتاعتك انت جاهزه قبل بداية الدرس العملي، لأن أثناء الشغل العملي بتبقى تركيزك كله منصب على إنك إزاي تطلع المنتج النهائي بتاعك سليم، إزاي تكون أنت مع استخدامك للأدوات في المعمل إن شاء الله ما يصيبكش أي مشكلة أو ما يحصلكش أي ضرر ليك أو أي إصابة ليك، فلأن أنت بتتعامل مع أدوات حادة من سكاكين وحاجات زي كده، فممكن لا قدر الله يحصل لك أي إصابة منها، فإحنا لازم تكون إيه زي ما قلنا إيه محضر ومنتبه لكلام المدرس وتعليمات المدرس أو تعليمات أمين المعمل اللي موجود معاك، واللي هو حريص على صحتك وحريص على سلامتك، لازم تكون منتبه لتعليماته قبل بداية الشغل ايه او بداية العمل او الشغل العملي داخل المعمل. فاذا بتبدأ الدرس ببعض المناقشات القصيرة كده او بعض يعني بعض المحاضرات محاضرة بسيطة عن ايه هي الوضع او ايه هي النظام اللي احنا هنشتغل بيه داخل المعمل النهاردة او نوع المنتج اللي احنا هنشتغل بيه داخل المعمل النهاردة. تدوين الملاحظات والمشاهدات وقت حدوثها، دي نقطة مهمة جدا، انت لازم يكون معاك نوت صغيرة كده او دفتر صغير كده بيكون حضرتك حاطه في جيب البلطو بتاعك اللي انت داخل بيه المعمل، وقلم بحيث انك ايه وانت شغال بتلاقي فيه بعض الملاحظات، يقول لك مثلا ايه اثناء تقطيع مثلا الثمار لازم نعمل بيها عملية هرس كامل. طيب طب هرس كامل ده ينفع ان انا اعمله لثمار معينه ولا لكل الثمار؟ طب انا لو هعمل مثلا عمليه مربى او صناعه بصنع مثلا مربى فراوله، هل زيها زي صناعه مربى التين؟ لا مختلفه. طب هل انا الادوات اللي بستخدمها في صناعه مربى التين هي نفسها بستخدمها في صناعه مربى الفراوله؟ هقول لك لا. يبقى اذا انا لازم يكون معايا نوتس معينه كده او بدفتر معين كده صغير بحيث ان هو ما يعقنيش اثناء عمليه العمل، بحطه في جيبي وبدون عليه بعض الملاحظات، ايه درجه التسويه مثلا عند درجه كذا، اثناء التسويه بيلاحظ مثلا بعض الايه العلامات معينه مثلا مثل ظهور رغاوي على وش مثلا او على سطح الحله مثلا اللي هي بنعمل فيها عمليه التصنيع، فاذا لازم يكون معاك بعض الملاحظات، الملاحظات دي هتفيدك اثناء حياتك العمليه، هو ده الدفتر، هو ده شغلك، هو ده مستقبلك، اللي انت الملاحظات البسيطه دي انت لما هتيجي تشتغل بره هتبدا تبص للملاحظات اللي انت كتبتها اثناء شغلك او اثناء وجودك في المعمل، هتبدا تستفيد منها ان شاء الله لما تبدا حياتك العمليه اول ما هتتخرج ان شاء الله. يبقى اذا لازم اول حاجه قبل ما اخش او قبل ما ادخل المعمل اكون محضر الدرس واشوف هو بيتكلم عن ايه وعندي خلفيه عن بعض الفيديوهات، اكون حريص على اني اسمع وافهم كل كلمه بيقولها لي المدرس اللي واقف عندي او واقف عليا في المعمل ده او امين المعمل اللي واقف جنبي بيساعدني وبيدرس لي الجزء العملي من الماده. ثالث حاجه يكون معايا نوتس بسيطه كده عشان ادون، يعني دفتر بسيط صغير كده عشان ابدا ادون فيه ملاحظات او التعليمات او الحاجات اللي انا بشوفها داخل المعمل واستفيد منها ان شاء الله بعد كده. طيب دي ارشادات عامه اثناء تواجدك بالمعمل. بعد كده الارشادات العمليه عند دخول المعمل، خلاص انا جهزت حالي، جهزت نفسي، شفت الفيديوهات بتاعتي، جهزت النوت زي ما احنا بنقول، ابدا بقى اشوف ايه الارشادات العمليه عند دخول المعمل، انا دخلت المعمل، ايه هو المطلوب مني بقى داخل المعمل؟
اول حاجه ارتداء بلطو قطن لحمايه ملابسك. انت لازم تكون لابس او واخد معاك داخل المعمل مجهز بلطو قطن بلطو خاص بمعمل الصناعات الغذائيه. طبعا بلطو ده لازم يكون نظيف لونه ابيض مثلا، لان زي ما احنا بنقول احنا بنعمل منتج غذائي، فالمظهر بيدل على الجوهر زي ما بيقول. اذا ما كانش انت مظهرك حسن، البلطو بتاعك نظيف ما فيش عليه اي مثلا بقع معينه او حاجه معينه، بحيث انك اسف يعني المستهلك لما يشوف الحاجه دي او شكلك مظهرك يكون شكله جميل، بيدل على ان المنتج بتاعك ان شاء الله بيبقى افضل واحسن. طبعا احنا الحاجات دي بنعلمها لك، هو ده اساس حياتك ان شاء الله العمليه بعد كده، ان انت التزامك بمظهرك هو ده اللي هيفتح نفس الناس زي ما بيقولوا كده انها تقبل على المنتجات بتاعتك ان شاء الله اول ما تبدا تعمل مشروعك. او لو اشتغلت ان شاء الله في معامل او في المصانع بره، التزامك وهيئتك وشكلك امام صاحب العمل بيدل على ان ان شاء الله انت طالب او انت انسان كفء ملتزم ب ان شاء الله بالشغل بتاعك والمنتج بتاعك. طيب يبقى اذن ارتداء بلطو قطن لحمايه ملابسك بتبدا اول ما بتبدا تخش او تدخل المعمل بتبدا تلبس البلطو بتاعك ده عشان تحمي بيه ايه هدومك اللي انت بتخرج وتتعامل بيها مع الناس. طيب اتخاذ الاجراءات الاحترازيه وارتداء الكمامه وجوانتي والجوانتي والتباعد. طبعا لازم يكون الكمامه طبعا لابسها، ولازم يكون معاك الجوانتي الخاص بيك، لان انت بتتعامل زي ما قلنا مع منتج غذائي ممكن يحصل له اي عمليه تلف، ممكن تكون مثلا انت في جرح في ايدك، ممكن يكون مثلا انت في عندك مثلا ينزل من بقك لعاب او اي حاجه من الحاجات دي، فلازم انت ايه تكون حاطط الكمامه كويس على 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 على, على وجهك، ويكون لابس الجوانتي بتاعك. وطبعا عشان اجراءات الكورونا اللي احنا عايشينها او غير اجراءات الكورونا كمان، لازم يكون في مسافه امنه ما بينك وما بين زميلك اللي واقف معاك على الترابيزه او على البنش اللي انت بتشتغل عليه، علشان هو ما يحصلش بينك اي احتكاك ما بينك وما بينه، او ما يحصلش بينك مثلا ان انت بتكون تستخدم اي آلة حادة فيبدا ان انت تعور زميلك او تحصل تعمل له اصابه ممكن تكون غير مقصوده، وده بيحصل لان انت مع انهماكك في يعني ان انت تكون يعني مركز في الشغل زياده عن اللزوم قد يحدث منك بعض الاخطاء وانت بتتحرك كده او بتتحرك كده، ان انت مثلا ايه تعمل تصيب زميلك او تعمل له جرح غير مقصود. فلذلك لازم يكون في مسافه او تباعد ما بينك وما بين زميلك، او بتوزع بشكل متساوي على بنش اللي بتشتغلوا عليه. طيب يبقى اذا انا ارتداء يبقى اتخاذ الاجراءات الاحترازيه وارتداء الكمامه والجوانت والتباعد. غسل اليدين قبل البدء بالعمل وبعد الانتهاء العمل. يبقى اذا انت لازم تكون ايديك نظيفه، عندك طبعا جوه المعمل الاحواض بتاعتك الخاصه بالتنظيف، وسائل التنظيف المختلفة من صابون من مطهرات بتستخدمها قبل ما تبدأ عملية الشغل، عشان زي ما احنا قلنا ما نأثرش على المنتج النهائي. زي ما احنا بنقول احنا بنقدم منتج غذائي الناس بتاكله، كل ما كان المنتج الغذائي ده انا محافظ على مظهري، محافظ على شكلي، محافظ على نظافة المكان، محافظ على المظهر العام للمنتج والمعمل اللي انا شغال فيه، هيبدا الناس يقبلوا على المنتج ده. وطبعا احنا يعني ما اكثر ان شاء الله عندنا في المدارس الزراعيه ما اكثر الحمد لله الاقبال، والناس ازاي بتبدا بتطلب المنتجات بتاعتنا، لان احنا عارفين مدى التعب ومدى الاخلاص اللي احنا بنقدم بيه المنتجات بتاعتنا داخل قسم الصناعات الغذائيه. طيب التأكد من نظافة الأواني والآلات المستخدمة في عملية الإنتاج.
يبقى اذا ده الخطوه برضو اساسيه. يعني قبل ما ابدا عمليه الشغل انا الطبيعي ان مثلا ايه يكون في مثلا عندي مركون بعض الحاجات، فبتكون عليها اتربه، بيكون عليها كذا، فانا لازم اتاكد قبل ما ابدا عمليه الشغل او قبل ما ابدا عمليه التصنيع ان انا ادواتي نظيفه، المكان اللي هشتغل فيه طبعا نظيف، فانا لازم اعمل عمليه تطهير للادوات بان انا بغسلها مثلا بالميه، بغسلها مثلا بالصابون معين ما يكونش له ريحه، صابون بدون ريحه، لان انا لو استخدمت صابون بريحه هيأثر على المنتج. ما ينفعش ان انا استخدم ادوات نظافه، برضو دي من ضمن الملاحظات زي ما احنا قلنا اللي بنأيدها او بنكتبها في اللوتس الصغير، فاحنا بنقول لكم عليها ببساطه ان انا داخل معامل التصنيع الغذائي او معامل الالبان عموما ما يفضلش ان انا استعمل مطهرات ليها ريحه نفاذه، لان ده هيأثر لي على المنتج اللي انا بنتجه، فانا بحاول استعمل منظفات او مطهرات ما يكونش ليها ريحه تأثر على المنتج. فاذا في الصناعات، معامل الصناعات الغذائيه او المصانع عموما بتاعت الصناعات الغذائيه، ما بحاولش ان انا استخدم مطهرات زي ما قلنا ايه ليها ريحه نفاذه تاثر على رائحه المنتج او على الشكل النهائي او الطعم النهائي للمنتج اللي انا بطلعه. طيب يبقى اذا التاكد من نظافه الاواني والالات المستخدمه في عمليه الانتاج، لا تجلب الى المعمل الا الاشياء الضروريه، زي ما احنا قلنا انت محضر حاجتك قبل دخول المعمل، محضر مثلا ادواتك، محضر النوتس بتاعتك، محضر القلم اللي بتكتب فيه، فبيكون معاك حاجات بسيطه داخل بيها المعمل، انت عارف ان النهارده مثلا انا عندي جزء عملي في الصناعات، او اليوم النهارده من اوله عندي في صناعات غذائيه، فاذا انا جاي المدرسه ما فيش معايا غير البلطو بتاعي والدفتر بتاع الملاحظات بتاعتي اللي انا بحطه جوه جيب البلطو والقلم اللي انا بكتب بيه. ما الاقيش مثلا طالب تاني جايب شنطه مش عارف حاطط فيها ايه وايه 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 علشان هيخرج مثلا عنده ماتش بعد المدرسه، فبتقول لا الشنطه دي مش هينفع تخش بيها الملعب فهتسيبها بره. طالب تاني مثلا معاه ادوات خاصه بحاجه معينه مثلا، او شنطه عشان هيروح يجيب منتج معين او حاجه معينه للبيت، فمضطر ان هو يشيلها ويخش بيها المعمل. اقول له لا الحاجات دي ما ينفعش تخش بيها المعمل عشان ما يحصلش فيها تلوث، فانت بتدخل المعمل بالادوات الخاصه بالمعمل او الحاجات الخاصه بالمعمل بس اللي انت حضرتك حضرتها قبل دخولك المعمل، قبل دخولك المعمل، زي ما قلنا البلطو انت مطلوب منك البلطو والنوتس الصغيره دي اللي بتأيد فيها او الدفتر اللي بتأيد فيه المعلومات بتاعتك والقلم، اكتر من كده مش مطالب باي حاجه ثانيه، غير طبعا زي ما احنا بنقول ايه الكمامه والجوانتي اللي بتستعملهم اثناء عمليه ايه التصنيع داخل المعمل. طيب لا تتناول اي طعام او شراب بالمعمل، طبيعي انا داخل دلوقتي بشتغل وبعمل منتج غذائي، مثلا هبقى ازاي مركز ما بين ان انا باكل وما بين ازاي بصنع او ان انا بشتغل، فانا لازم اكون يعني برضو من ضمن التجهيزات ان انا بكون واكل كويس شبعان، ما جيش مثلا اطلع من جيبي مثلا سندوتش مش عارف كذا واقعد اكله يقع مني مثلا البواقي بتاعته جوه حله الطبخ، او بيقع مني مثلا البواقي في الحاجه اللي انا بستعملها او بصنعها فتحصل مشكله. فاذا انا لازم اكون قبل ما ادخل المعمل واكل كويس جدا شبعان، لان كمان بعد ما بتخلص المنتج من حقك انك برضو ايه تدوق الاكل اللي انت بتعمله، فانت هتاكل برضو بعد ما بتتم عمليه التصنيع. فاذا انت لازم تكون ما ينفعش انك تتناول الاكل اثناء عمليه تجهيز الاكل واثناء عمليه التصنيع، ممكن يا قبل يا بعد عمليه التصنيع والدوق اللي انت ان شاء الله اشتغلته بايدك. طيب لا تضع اي شيء بالفم او بلصق الاوراق المصمغه على الاواني او الزجاجات. الملاحظه دي مهمه جدا يا جماعه. احنا عندنا بعض المنتجات احنا بنبقى جايبين او محضر لها بعض الزجاجات، يعني مثلا لو قلنا على سبيل المثال المربى احنا بعد عمليه التصنيع بنبدا نعبيها في برطمانات ازاز شفافه،
طيب البرطمان ده بعد ما بخلصه او بعد ما بعمل عمليه اضافه او تعبئه المنتج فيه، ببدا اعمل له الملصق الخاص بالمدرسه، بيكون فيها عليها بقى المدرسه والتاريخ وتاريخ التصنيع ومده تاريخ الانتهاء، وبتكون فيها بعض الملاحظات كده. طيب الملصق ده نفسه اللي انا بستخدمه وبلزقه زي ما بيقولوا على، او زي ما بنقول على البرطمان، الملصق ده نفسه يبقى فيه ماده صبغيه بتسهل عمليه الايه؟ اللصق. بشيل منه الغلاف اللي موجود عليه وبحط بضعه على البرطمان بحيث انه ايه يتم ايه لصقه بشكل كامل. في بعض الناس بقى يقول لك اه طب لا انا اسف يعني احركه احط لساني عليه كده عشان الصبغ بتاع اصله خفيف فانا لازم الزقه. لا، كل الكلام ده هيأثر على المنتج، لا قدر الله انت حامل لمرض، لا قدر الله ممكن يتنقل لك مرض. ف احنا لا ما بنقصرش، لقيت ورقه تلفه او لقيت ورقه ما بتلزقش او لقيت ورقه فيها اي مشكله، حضرتك بتاخدها بتوديها عند سله المهملات او المكان الخاص في المعمل برمي المهملات او النفايات وبتحطها فيه. لكن ما تجيش انت بقى تجود او يعني تحاول ان انت تزود من عندك معلومه كده، ما تلتزمش بالتعليمات زي ما احنا بنقول كده المدرس اللي عليك، وتقول اه طب ما انا احطها على لساني او باللعاب بتاعي واحاول الزقها كده، خلاص باظت العمليه كده، والبرطمان ده كله بيروح مرحله التلف بكل اللي فيه. وطبعا ده بيؤدي ليه خسائر للمنتج، خسائر اقتصاديه جوه المنتج، انت بتبقى محسوب بكميه معينه بتشتغل عليها، الكميه دي بتديك عدد معين من الكيلوات علشان تحقق لك ربح، كل ما قل العدد بتاع المنتج بتاعك كل ما قل الربح بتاعك، وتعرضت طبعا لخسائر، وبالتالي يعني ايه لازم نكون مركزين في النقطه دي كويس قوي. يبقى التاكد من نظافه المعمل ومحتوياته، طبعا ده شيء اساسي قبل دخولك المعمل او اثناء دخولك المعمل، انت داخل بتبص تشوف المعمل فيه ايه، فيه هنا كذا، فيه هنا حاجه مرميه، فيه بواقي اكل مثلا او بواقي سمار او بواقي مثلا يعني حاجات تلفه من السمار اثناء عمليه التجهيز للتصنيع، وقع هنا، وقع في الجنب، وقع في الركن، فانت لازم ايه تبص بعينك كده تشوف المعمل شكله عامل ازاي وتحافظ على نظافته، علشان ان شاء الله لما تيجي تبدا تاني يوم تعمل عملية تصنيع فيه تانية يكون المعمل بتاعك نظيف وجاهز، ما ياخدش منك وقت في تجهيزه. طيب استعمال صنابير الغاز والمياه باحتراس، انت عندك دي حاجة مهمة جدا برضو. انا دلوقتي لما بستعمل الحنفيات وبستعمل محابس الغاز الخاصة بالافران والشعل اللي موجودة جوه المعمل، لازم اكون مركز كويس جدا. ليه؟ لان الحاجات دي هي اكتر الاماكن او اكتر الاشياء اللي ممكن تعمل لنا مشاكل كبيرة جدا، ولذلك احنا بنبعد الطلبة على ان هم يتعاملوا مع الحاجات دي، بيبقى مخصص بالتعامل مع هذه المحابس او مع الحنفيات بتاعة المعامل دي، بيبقى اللي واقف عليها في التعامل معاها هو امين المعمل او المدرس اللي بيدي المحاضرة العملية، وبنحاول نبعد الطالب عن المكان ده. احنا بنعلمه ازاي يتعامل معاها بس بشكل نظري علشان ما يحصلوش اي اصابات من نتيجة التعامل ده، نقول له هنا مثلا تفتح الحنفية دي بشكل معين او بمستوى معين علشان نعمل مثلا توازن للضغط داخل حلة مثلا تصنيع المربى، لان احنا لما بنيجي نصنع المربى مثلا بنصنع في حلة اسمها حلة الضغط البخاري عشان نعمل عملية تسوية، فحالة الضغط البخاري دي محتاجة منسوب مية بشكل معين، فأنا بفتح المحبس بتاع المية لحد المنسوب ده ما يوصلها، وبعد كده بقفلها عشان ما يزيدش الضغط تعمل مشكلة. فلو طالب مثلا أو في طالب حصل إن هو وقف على الحنفية دي أو على المحبس بتاع المية ده، ممكن يعمل مشكلة لو زاد الضغط زيادة عن اللزوم داخل الحلة أو قل زيادة عن اللزوم داخل الحلة يعمل مشكلة. فإذا لازم أدرب الطالب بشكل نظري على هذه الأماكن، الحاجات دي أنت ما تقربش منها. كذلك نفس الحكاية بالنسبة لمحابس الغاز، ما ينفعش برضو كطالب أنا أقرب من حاجة ممكن تعمل ضرر للمكان وتعمل ضرر ليا.
فانا لازم اكون مركز واخد بالي ان انا ما اقربش من الاماكن دي غير بعد استئذان. اه يا استاذ طب بعد اذنك انا هقرب من المكان ده. يوافق او ما يوافقش دي خاصه بالمسؤول عن المعمل، لان هو ده اللي بيبقى عينه عليك، هو ده اللي شايفك انت رايح فين، هو ده اللي شايف انت حدودك ايه ما تتعدهاش. خلاص يبقى اذا الارشادات العمليه عند دخول المعمل دي لازم نكون حاطينها في اعتباراتنا كويس جدا، زي ما بنقول ايه، زي ما بنقول ايه، حلقه في ودننا كده نبدا نذكر بيها نفسنا طول ما احنا موجودين في المعمل، علشان لا قدر الله ما يحصلش اي مشاكل او ما يحصل لناش اي مشكله اثناء عمليه ايه التصنيع او اثناء تواجدنا في المعمل ان شاء الله. طيب بعد كده الارشادات العمليه عند دخول المعمل، برضو من ضمن الارشادات برضو تبليغ المسؤول بالمعمل عند حدوث اصابه لك او كسر لاي ادوات بالمعمل. طيب لا قدر الله حصلت اصابه او حصلت مشكله في المعمل، كسرت مثلا اداه من برطمان مثلا من برطمانات التعبئه بتاعه المنتج الغذائي، ايه هي الحاجات اللي ممكن اعملها؟ لا انا دلوقتي ما اتاثرش باي حاجه، انا ببلغ المدرس اللي عليا واقول والله يا استاذ الامر كذا 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 كذا، وما احاولش ان انا اخد اي خطوه الا لما ابلغ المدرس بتاعي. طبعا وضع المواد التالفه في المكان الخاص بها زي ما احنا بنقول، اعاده العينات وزجاجات المحاليل. طب انا خلصت شغلي خالص فبحط بوضع الادوات بتاعتي في اماكنها، سواء كان ادوات الانتاج او الالات بحطها او بضع في الاماكن الخاصه بها. تنظيف المعمل بعد انتهاء العمل. ارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم، وارجو ان شاء الله ان انا اكون قدمت لكم المعلومات جيده تناسبكم. كان معكم الاستاذ عبد المجيد محمد عبد القادر، مدرس ماده الصناعات الزراعيه. شكرا فريق الاعداد، شكرا فريق الاخراج ان شاء الله، واقابلكم الحلقه الجايه بصحه وسعاده ان شاء الله. شكرا جزيلا.